التقديرات التي تشير إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص المصري تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشير إلى الدور المتعاطف للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وما يتبعه ذلك من تحمله المسؤولية تجاه المجتمع ورغبته في مساعدة الدولة وتقديم كافة أشكال الدعم من تدريب فني، رعاية صحية، الإسهام في توفير المسكن الملائم. يمكن كانت الدكتورة هي كانت أفادت وقالت إن القطاع الخاص أهم حاجة طبعا بتكون إن هو يعمل بروفيت أو بيعمل مكسب، ودي إحنا يعني حقيقة يعني لن نتغافلها ومش هنحاول إن إحنا نقول عكس ذلك، لأن مفيش أي رجل أعمال بيفتح منشأة صناعية غير لما يكون بيحدث من وراه الربح، ولو ما ربحش يبقى هو كده يعني يعتبر مش رجل أعمال وما يعتبرش إن هو ناجح، لا يعتبر رجل أعمال فاشل. فبالتالي يعني هو ده الهدف الاساسي اللي الحكومه المجتمعات كمان او منظمات المجتمع المدني يعني يجب ان احنا نحط دوت في عين الاعتبار، ما تغفلش طبعا الحقيقه دي، ولكن هناك يعني العديد في الحقيقه من رجال الاعمال اللي بيهتموا باشكال الدعم مثل تدريب فني او تدريب فني، فعندنا نماذج كبيره جدا من